جمهور التراجي عنده حق في ملاعبيته وفي القدامى نتاعو، لانه كانوا مع سليم شيبوب وهزوا الالقاب الكبيره في الفريق الذهبي هذاك. عبد القادر بن حسن تكلم، عيد الحمروني تكلم، برشا ملاعبيه تكلموا، جمهور الترجي اليوم يستنى في اجابه على على الاتقال منهم اقل شيء توضيح. اجابه سامحني، اجابه على البهتان او اجابه على السلب او اجابه على الكذب؟ تحكي على قدور ولا ما نحكيش على، ما تسميليش اسماء يا استاذي. قلت لك انا ما نجمش نرد على الناس هذيا، اما نحكي لك انا دون لابسولو، ما عندي ما نعمل انا في حياتي باش نجي دوركم انتوما كصحافه. ما هو حق استقصاء، امشيوا للارشيف نتاع الترجي، اسالوا بالمجد الفلوس هذه نتاع 350 دينار، اسالوا بالمجد ثم سالير حياته كامله 350 دينار. احنا كنا حتى اللي قال يا اخي في 350 كان عنده مره في ثلاثة شهور سيكيورتي سوسيال 2700 دينار، هاك الارشيف نتاع الترجي. يعطيني العرض هذايا نتاع 800 مليون وهالكذا، انا ما ندخلش في الامور هذه. انا خلينا نذكرك يعني ملاعبيه الترجي ابرز اسماء اللي تكلمت، وبعد باش نرجعوا نحكيوا، لانه كما نقول لك لا لا استاذي عدي كان مهم. ما تسالنيش في الموضوع هذا، عدي انت حر، انا ما جيتش بولا بوليميك. لا لا ما احناش نعمل بوليميك، احنا جاي عبد القادر بن حسن موجود في البلاتون هنا. انا ما جيتش بولا بوليميك، جون بوليميك با، ما احناش نعمل في البوليميك. لا لا في البوليميك عدي لي حد تعدى تو جماعتين تقول لي نعديه لك وتجاوب، انا ما نجاوبكش. لحظه برك، من حقك انت ما تجاوبش. اي بدون شك، باهي من حقك انت ما تجاوبش. لا ماضي سامحني، تو تفهمنا نحن، فهمنا باش يكون ديبا كونستركتيف. باهي انا كان باش ندخل معنا في حاجتك. اي انا ديبا نجم نقوم ونخرج على روحي، فما احترام بيني وبين الناس. سامحني سامحني، فما احترام، فما احترام بيني وبين الناس. سي عدنان كنت معانا الجمعه اللي فاتت موجود لهنا في البلاتو، معناها كزميل صحفي وكنت موجود معانا الاسبوع هذا، عودنا انك كنت معانا، معناها باش نحكيو في راي صحفي. لا كي نتفاهموا في حاجه ما حتى غير بلاتو، انا ما عنديش 10 عندي اعداد، 10 مفاهمات عندك، اعداد عندي فريق اعداد، نكونوا واضحين مع بعض، عندي فريق اعداد وعندي فريق صحفي لهنا وعندي جمهور يتبع، زاد من حق الجمهور انه يعرف. نشوفوا تقرير القدر هذاك، علاش عيد الحمروني توا ما نصور شيء من هكور. كانت هذه مقتطفات من اللي تقال من ملعبيه الترجي ريفي تونسي. سليم مصر انك ما توضحش للجمهور؟ لا يظلي مصر حتى مش معاش نزيد نتكلم معاك. لا حتى انت موجود معنا في لهنا. ما نحبش العيب. شو هو العيب سليم؟ قلت لك ما نحبش العيب يا راجل، ما نحبش العيب، ما فطنتش بيا انا، عندي سنوات والناس تنتقد فيا وانا ما رديتش الفعل. خاطر ما نحبش العيب. كي تعمل حصه كيما هذه وتجي تسالني على اشياء مثل هذه، نقول لك انا ما نحبش العيب وما نحبش نتكلم معاك. من حقك ما تجاوبش. ما نعملش العيب معاك. من حقك لا ما تنجمش يا سي سليم تعمل عليا. الله. حتى انفيتي ما يعمل عيب لنا. الله. ما نجمش حتى انفيتي يعمل عيب. معناتها احنا تو نحكيو في موضوع نتاع كوره. انا كوره يا راجل. مش كيستيون عيب. هذوما هذوما سامحني، عبد القادر بن حسن. هذا تحامل. عيد الحمروني الهيشي بالعبيه. هذوما ملعبية الترجي يا سي سليم. هذا عمل سامحني سامحني. من حق جمهور الترجي. من 150 ولا 300 ملاعب يلعبوا معايا 15 عام، جبت ثلاثه من الناس. ايه ما جبتش ثلاثه من الناس، انا حكينا. هاو عاد نحكي على التاريخ، حكي على القاب. العربي كيف كيف، عربي كيف كيف. مش نحكيو على عيب عيب، انا نقول لك عيب وكهو ما يسالش. تفضل مصر ما تجاوبش. باهي واضح واضح سي سليم. باهي بلاش تشنج، خاطر مازالت عندنا مواضيع اخرى. معناتها من غير معناتها هذه حاجه سالناك عليها رفضت انك باش تجيب. عندك الف حق سي سليم، من حقك انك تجيب ولا ترفض. لا من